حيث قال الممثل القانوني لجامعة الدول العربية رالف وايلد أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تدشن نظام فصل عنصري في كل الأراضي الفلسطينية. وخلال كلمته أمام المحكمة في جلسة استماع بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أكد الممثل القانوني للجامعة العربية أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بسبب استخدامه للقوة. إسرائيل واستمرارها غير قانوني قمع الفلسطينيين في حق تقرير المصير لا زال مستمرا. نقطة مهمة، أولا الفلسطينيون هجروا في عام 48 وجبروا على العيش في دولة من جماعة عرقية أخرى تحت سيطرة تلك الجماعة، وعملوا كدرجة ثانية بسبب نشأتهم. ثانيا، الفلسطينيون الذين هجروا من تلك المنطقة ليس بإمكانهم العودة. هذه انتهاكات واضحة لحق تقرير المصير و إسهاما في فصل العنصرية، يجب إنهاء هذا على الفور.